ركعتين ذنبك على جنبي، وقد أعذر من أنسى، قسما عصما إذا بتقولي لا مرة ثانية لحتى إيم هالكف وإسلخك على خلقتك ورلك سناني، فهماني ولا لا؟ يلا يلا بقلعي من خلقتي هلا وغيري لي هالروب المشرشح اللي لابسيه. يلا يا ابو سلام، جيت بوقتك، خوض الطلب بسرعه لمكتب مدير العام. قولي المدير مين؟ المدير العام، شو ما سمعت؟ بس انا يا ابو فتحي قلت لك هلا لا تتمكمك، خوض الطلب بسرعه وخلصني، الزلمه عم بيستنى. لا لا ما بقدر دخيلك يا ابو فتحي، بتلفك انا على المدير العام، قسما بالله بتلفك، ما بقدر يا اخي ما بقدر. لك يا ابو سلام الزلمه عنده ديون. ما بقدر بتلفك ما بقدر اعفيني مشان الله يا ابو فتحي، ما بقدر لا تقصدني. ما بقدر مو بيدي يعني فتحي، ما بقدر ما بقدر ما بقدر ما بقدر ما بقدر. ابو سلام ابو سلام، شو صوته هالزلمه؟ انت اعطيني شيء معلم، فوت لجوا الامير، فوت. بتلفك بتلفك مو بايدي، ما بقدر فوت لعند المدير العام، ما بقدر. لك شو وين قايل لحمار حساسس؟ بلا بس كم بدنا انا في كرمالتك لحمار، اذا بده يقطع الطريق بيطلع حواليه ما بيقطع دغري، شو لك لعبه يا زلمه ويخلعك بوكس يضربك بلد. روح بلد روح. انا حمار انا حمار، طيب انا بفرجيك. آسف دخيلك، لا تأخذني. وأنتو كمان بتوقفوني لأنه هدول ما بنحسن ناخد راحتنا معهم، ما بيتغمق معهم أكتر من هيك.